يا مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنتعلم مع بعض اسهل طريقه ممكن نعمل بيها الاطارات المخصصه او الكاستم فريم من خلال كانفا. وقبل ما نبتدي الفيديو، لو انتوا اول مره بتشوفوا القناه وحابين المحتوى فانزلوا بسرعه اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. يلا بينا نبدا الفيديو. كنت من فتره شرحت لكم ازاي نعمل اطارات مخصصه عن طريق استخدام كانفا والباوربوينت، ولو عايزين تشوفوا الفيديو بالكامل هظهر لكم في الاي اللي فوق. لكن كانفا حبت تسهل علينا الموضوع اكتر وعملت لنا تطبيق جديد نقدر من خلاله ان احنا نقدر نعمل اي شكل نعمله كاستم فريم. ايه هو التطبيق ده؟ هو اسمه ايمج تو فريم. تعالوا نشوف نقدر نستخدمه ازاي. اول حاجه بنفتح التصميم مع بعض، وبنحتاج ان احنا نرفع الصوره. من شروط التطبيق عشان تقدروا تستخدموه ان انتوا لازم يكون الصور يا اما بي ان جي يا اما جي بي جي يا اما اس اف جي، وتكون اللي هي ملهاش خلفيه، تكون شايلين الخلفيه بتاعتها، وكمان تكون من عنصر واحد عشان تقدروا ان انتوا تحولوها لكاستم فريم. فانا مثلا هاجي هنا على الابلود، انا كنت محمله صوره اللي هي دي، هخليها هنا كده في النص. تمام، هي ليها خلفيه بيضاء، يعني احنا لو غمقنا دي وراها هنلاقي ان هي الصوره اصلا ليها الخلفيه البيضاء. فانا هاجي عند الصوره واعمل لها اديت ايمج وهعمل لها ريموف باك جراوند. لو انتوا مش مشتركين في كانفا برو فممكن ان انتوا من خلال مواقع تانية اللي تقدروا تشيلوا منها الخلفيه وتحملوها على كانفا اصلا من غير الخلفيه بتاعتها. تمام، فكده احنا عندنا الخلفيه بتاعت الصوره اتشالت، هرجع دي اللون الابيض بتاعها. بعد كده هعمل لها داونلود، تمام، هنا بي ان جي، هشيل الخلفيه بتاعتها واعمل لها داونلود. هنيجي هنا على الابلكيشن، دور على حاجه اسمها ايمج تو فريم، اهي اول واحده هنختار اول واحده دي. هنا هيقول لي اختاري الملف، وهنا اد فريم تو ديزاين. نيجي هنا ناخد تشوز فايل ونحط الصوره اللي احنا حملناها من غير خلفيه اهي، ونعمل لها كده كده نزلت عندنا اهي. بعد كده اد تو فريم، نستنى ثواني وهتعمل معانا الفريم اهي. كده ظهرت معانا الفريم اهو زي ما انتم شايفين، بتكبروها زي ما انتم شايفين كده، حولتها لشكل كاستوم فريم. تقدروا ان انتم تغيروا اللون بتاعها، ممكن تحطوا جوه صوره او فيديو زي ما انتم عايزين، بتعملوها زي الفريمات اللي بتبقى موجوده جوه كانفا. لكن انا بس عندي ملاحظتين على الابلكيشن دي. ان اول حاجه ان انتم ما بتقدروش تعملوا الكاستوم فريم لحاجات الاس اف جي زي الكلمات زي ما عملناها في الباوربوينت. يعني احنا عملنا في الباوربوينت المره اللي فات او الفيديو اللي فات كانت كلمه جويفول، كنا عملناها وطلعت ظاهره بالكامل كاستوم فريم. لكن هنا بصوا ظاهره ازاي، بتبقى مشوشه مش باين منها حاجه. ونفس الحكايه كلمه مامي او مام، هي برضو ظاهره بشكل مشوش، فهي كده ما بتظهرش. تاني حاجه ان انا استخدمتها على اكونت تاني ليا خاص بكانفا، وبرضو دفع فيه الاشتراك، ولقيته ان فجاه بعد ما جربته اكتر من مره طلع لي مسج ان انا وصلت للحد بتاعي ولازم ان انا اشترك في التطبيق عشان يقدر يفضل مفتوح معايا واقدر اعمل التصميمات اللي انا عايزاها من الكاستم فريم. لكن رغم ان هي مش واضح في جوه كانفا ان هي مثلا ليها ليميتد معين او ليها عدد مرات معين، مش متحدد. انا مش فاكره، تقريبا انا جربته حوالي 6 7 مرات او يمكن اكتر، مش عارفه. فممكن ان انتوا تجربوها وتشوفوا ممكن يوصل الليمت بتاعكم لغايه فين. ولو انتوا عايزينها ضروري فيعني خلوا الابلكيشن دي الحاجات ضروريه قوي ان انتوا ممكن تعملوها جوه التصميم لو عايزين لها كاستم فريم. كده نكون وصلنا لنهايه الشرح، نهايه التوتوريال النهارده. يا رب يكون كان مفيد ليكم بالنسبه لكم. اتمنى ان انتوا تتابعوني اكتر على قناه اليوتيوب، وانا معاكم طبعا على الفيسبوك والانستجرام والبنترست والتليجرام والتيك توك. واشوفكم الفيديو الجاي على خير مع معلومات جديده عن كذا. باي باي.